النائب خالد يوسف في هذا الكلام، عضو مجلس النواب. مساء الخير استاذ خالد، واهلا بحضرتك. مساء الخير يا نبريه. مساء الخير. رايك ايه في الكلام اللي بيقوله الدكتور سمير؟ وطبعا هو يرى طبقا لتصريحات البعض زي النائب علاء عبد المنعم انه توفيق عكاشه ليس الاخير. والله انا اتناقشت مع استاذنا سمير قفاص في الموضوع ده، وقال لي الدور يجي علينا يا خالد، وانا قلت له لو الدور جه عليك يا سمير بيه، لو بفرض انت يعني حاسبها بالشكل ده، هيجي عليك وهتخرج مرفوع الراس، لانك ممكن كبير ان انت هتخرج من هذا المجلس، تخرج وانت بتدافع عن العداله الاجتماعيه، عن الحريات، عن القضايا الوطنيه والثوابت القوميه. عمرك ما هتختلف مع المجلس ده الا على امور مثل هذه. لكن توفيق عكاشه خرج، يعني خرج غير مأسوف عليه، لأنه يعني بشكل حقيقي وما هوش ادعاء مننا عليه، هذا الرجل ضرب الثوابت الوطنية للشعب المصري. النضال للشعب المصري يا سمير بيه، الشعب المصري ده قعد على مدار أكثر من حاجة و30 سنة مصر ألا يطبع مع العدو الإسرائيلي، ومصر أن هذا هو عدونا. هذا الرجل ضرب الحائط بهذا الثابت، ثم أضرب الأمن القومي بشكل حقيقي برضه وليس ادعاء، عندما طالب إسرائيل بأن تتدخل لحل أزمة سد النهضة، وكأننا بلد عاجزة عن السيادة على أراضينا وحل مشاكلنا. اللي هو عمله توفيق عكاشة ينطبق على الإخلال بواجباته العضوية سمير بيه، وأنا مرتاح الضمير عندما صوتت بإسقاط عضوية هذا النائب. وفكرة الأغلبية والأكثرية اللي حضرتك قلق من عدم إرساء القواعد الديمقراطية، أنا معك فيها، وعلينا أن احنا نناضل جوه البرلمان لإرساء قواعد ديمقراطية. لكن اللي حصل كان فيما يتعلق بثوابت وطنية، كلنا تعذبنا وكلنا نزلنا مظاهرات وكلنا اتضربنا واتضربنا بالغاز وبالعصي عندما خرجنا نتظاهر ضد العدو الإسرائيلي. فأنا مش هقدر أتخلى عن هذا الثابت تحت أي دعوة، حتى لو كانت القواعد الديمقراطية. طيب كلام النائب سمير غطاس طبعا فيما يخص الجزئيه الخاصه بالاغلبيه والاكثريه والديمقراطيه وكده، الكلام ده انا ما بسمعوش لاول مره، الكلام ده سمعناه وحضرتك سمعته طبعا اكيد كتير. فيما يخص مثلا الموقف من بيان الحكومه، هل ترى ان هناك اتجاه داخل المجلس ان يبقى في قوه واحده هي المسيطره على هذا المجلس يا استاذ خالد؟ بكل تاكيد في محاوله للاستئثار ومحاوله للاقصاء ومحاوله للاستحواذ، مثل تلك الحالات اللي كان بيمارسها نظام الحزب الوطني او حتى نظام الاخوان. وانا يعني معاك يا استاذ خالد، مع حضرتك انا الخط بس كان بيعرض. فبقول لحضرتك طبعا انا مع الاستاذ سمير ان في محاولات للاقصاء والاستئثار، وهذه المحاولات احنا بنتصدى ليها، وباذن الله. محاولات من مين؟ سمير. نعم، محاولات من ائتلاف دعم مصر، محاولات ان يبقى هناك صوت واحد. وانا دايما في حواراتي معاهم بقول لهم ان البلد دي محتاجه تتنفس من اكثر من شباك، حتى لو انتم بتمتلكوا الاغلبيه وتستطيعوا تمرير اي قوانين او اي قرارات، لو البلد دي ما تنفستش من كذا رئه والناس سمعت اصوات ليها في البرلمان، بمعنى ان الشباب مثلا وقضايا الشباب لو ما سمعوش جيل الشباب من النواب بيتكلموا على قضايا الشباب، لو ما سمعوش ناس بتدافع عن العداله الاجتماعيه وحقوق الفقراء، لو ما سمعوش اصوات لها مردود او بتعبر عن قطاعات في الشعب المصري، هذه القطاعات الحراك بتاعها هيبقى في الشارع. فاحنا بنقول ان البرلمان ده من مصلحه مصر، ولازم هم يبقوا فاهمين من مصلحه مصر ان الاصوات تبقى متعدده، لان خلق الحيويه السياسيه هي الكفيله بان احنا نخرج من هذا النفق اللي احنا فيه. طيب. عشان نقدر نعمل نرسي عمليه تحول ديمقراطي حقيقي. طيب والسمير بيتفق معايا في ده. تمام. انا قبل بس ما اخلص مع حضرتك وارجع للنائب سمير غطاس، عايزه اعرف موقفك ايه من الحكومه الحاليه، هل انت مع تغييرها ام لا، ولا هتستنى البيان الاول وبين المقره وبعدين تقرر؟ لا، بكل تاكيد انا اللي يهمني، انا الحكومه بالنسبه لي هي بيان ورؤيه وسياسات. انا بالنسبه لي اشوف بيانات، انا ما يفرقش معايا اسم رئيس الوزراء او اسمه ايه، انا يهمني هو مقدم لي رؤيه شكلها ايه، منتصر لسياسات منتصره لايه، وبالتالي اقدر احكم اذا كنت ارفض بيان الحكومه وارفض الوزراء. تمام، يبقى هتنتظر البيان يا استاذ خالد. بكل تاكيد. اشكرك جدا النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب.